الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال تعالى في كتاب الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللي يقول علاج سرطان ما هو هذا الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله لكل عليه داء وسلم. دواء، ورب العالمين يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا قرآن يدمر الجبل، مرض سرطان شنو؟ حصوة بالكلية شنو؟ مرض قلب شنو؟ قال تعالى في كتابه الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول كلام وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو نبي الأمي، ما يعرف قراءة والكتاب، ولكن منه علمها رب العالمين. وهذا هو بركة القرآن. أخوي أحمد حسين كان عنده سرطان بالدم، لوكيميا يسمونه بالإنجليزي. شوف هذا الوضع، كان كلش تعبان. شوف، جاءت إلى الطب النبوي، وكلام السيد المرسلين كتبنا علاج له، رب العالمين شفاه. وهذا هو بركة القرآن. هذا الجلسة الأولى، والجلسة الثانية من 8/3 صاروا تقريبا أيام. شوف هذا القديم قد جايمت 24/2. شوف، وهذا شوف عصات من تاريخ 8/3/2011. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شوف، مكتوب نورمال نيجاتيف، يعني الدم ماله يشتغل بصوره صحيه وسليمه. وهذا بركه القران. هسه نتكلم ويا اخوي المحترم، بعدين نتكلم باللغه الكرديه. احنا فينا اخوان العرب، احنا عدم فصاحتنا باللغه العربيه، ولكن لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الا وسعها. السلام عليكم. وعليكم السلام. وهنا هاجا وردة أحمد فلوجة، احترامي على الفلوجة. أخوي أحمد، لما جيت إلينا يوم طب النبوي، يوم مستشفى الطب النبوي، شنو وضعيتك هسه؟ شنو وضعيتك؟ والله الحمد لله، أنا جيت وضعيتي تعبانة حيل. نعم، تعبانة يعني لآخر درجة. نعم، والحمد لله هسه عم أخذت علاج طب النبوي. بارك الله. الحمد لله والشكر، يعني هسه تقدر تمشي؟ هسه أقدر أمشي وعندي همة أطلع، الحمد لله. مبروك لك. الله يبارك لك شيخ. أبص راسك، لما رحت للطبيب، احترامي لكل الأطباء، لما ثاني جلسة سويت حالي الفحوصات، الطبيب شو قال لك إياه؟ هاي أول جلسة قال يعني تعبان، طالع 20% نجاح. لا حول ولا قوة. نعم، إيه الحمد لله. عاد بتحكي إيه، طالع 20% نجاح. وهسه الحمد لله من أخذت علاج طب النبوي، يعني حتى العلاج الكيميائي وما أثر لا بي، الحمد لله والشكر. وأحمد وهذا الله فضلك. أستغفر الله. فضلك أستغفر شيخي. الله. أستغفر الله. الحمد لله والشكر. وهذا هو بركة القرآن. الله أكبر، الله الله أكبر، أكبر، الله الله أكبر، أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلينا نسوي، خلينا نصلي على النبي. اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى وعلى آل آل سيدنا سيدنا محمد. محمد. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كاكمي بابسين أو بلا يبرى الزمان، خلينا نتكلم اللغة الكردية. كان خلقي فلوجي من الحمد نخوشي سرطاني خويني هابو أو دوم زاربيتو، الحمد لله خداي جورا شفاي بو هنا. أول شيء هم بركتي قرآنه، معجزي قرآنه. استأوى أو كاك أحمد نخوي سرطاني خويني، فحصي كردو دكتورة قلت يعني هيسد نايو درزيش نايو زور زور باش بيتي. أول شيء همي بركة القرآن كتازم قلناي كاك أحمد دخل شي فلوج زي منطقة مباركة، فلوج زي الرماد إنسان محترم. وبيكم إن شاء الله حسا استاج مبارش أو برايا بيلو زمان دكين كخواي قبر الشفاي قلنا أو قرآن وندق قبر بمزنة أو كساني كسرطاني خويني بانترسين. والله قرآن شفاء معجزة بركة هيس خمت النبي وفر. خلينا نروح برا وكعتك كعب من جماعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. عزك من كعب من. السلام عليكم. وهذا هو بركة القرآن. أخويا كان مصاب بالسرطان بالدم، جاءت إلينا قبل شهرين، هسه رب العالمين شفاه. وهذا هو بركة القرآن وبركة النبي صلى الله عليه وسلم. شان أخوي أحمد بالمنطقة الفلوجة المباركة، أخوان العرب على رأسنا، أكراد المسلمين، هذا كان عنده سرطان بالدم، رب العالمين شفاه. مبروك لأخوي، خلال شهرين كان ياخذ كيمياء، طب قال 20% أنت تعيش. وأخوي أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوي أحمد شلون تشوف وضعيتك؟ طيب إيش قال لك إياه بعدين؟ حكينا بس حتى الناس الحمد لله. أنا رحت للدكتور أعطاني نجاح 20%، قال أضرب كيمياء بس علاجك 20%. من جهة الأطباء النبوي الحمد لله والشكر، يعني أخذت جلسة واحدة والحمد لله شفانا الله سبحانه وتعالى. وهذا فحص القديم وهذا فحص جديد، مكتوب نورمال، يعني ما عدا أي سرطان بالدم. وهذا هو فضل من الله وبركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول مستشفى فتحناه باسم حبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مستشفى الخيري طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شنو خيري؟
ما ناخذ كشفه من احد، بس والله ما نقدر لهذا الناس يومي 200 300 نفر يجي، بس اللي ما عنده امكانيه فقير ان شاء الله خلال هذا الاسبوع نطيع علاج، ولكن اللي ما عنده امكانيه فقير لازم يحكي. لان المستشفى الخيري شنو يعني علاج بدون مقابل، ولكن انت تعرفون علاج سرطان يصرف 7 دفاتر 10 دفاتر، ولكن علاج لازم يشتري ب 100 200 الف حتى يطيب. انتم تعرفون السرطان مرض مو بسيط، مو بوجع راس ساعتين تسمع القران. وهذا هو بركه القران، اريد كل الناس يرجع الى كتاب الله وسنه النبي. وهذا مستشفى اول مستشفى في العالم، مو بس بالكردستان وبالعراق، باذن الله رب العالمين. صار لي 16 سنه اهتم بهذا المستشفى. شنو وضعيتي اللي اول جاي اول مره شفت مكاني؟ شفت مكان يعني صعب، كان ما عندنا احد ما ساعدنا، بس رب العالمين ساعدنا فتحنا هذا المستشفى. ولا علماني ولا اسلامي احد ما ساعدونا، ولكن رب العالمين ساعدونا. اليس الله بكافين عبدا؟ رب العالمين كافي الينا، احترامي لكل عرب احفينا، حدا فصعدنا باللغه العربيه، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نريد كل الناس يرجع الى كتاب الله وسنه النبي. وهذا اول مستشفى فتحناه، مستشفى طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلامك، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والله يا رسول الله انت صادق، والله يا رسول الله انت حبيبنا وقائدنا وتاج راسنا يا محمد ابن عبد الله، ومبروك لك. تعال نروح بس برا حتى نشوف المستشفى، اول مستشفى في العالم. مو بس هذا المستشفى، ان شاء الله نفتح باذن الله ببغداد وبالرمادي وباذن الله تعالى. خمسه الرمادي ان شاء الله، وبالله اربيل ان شاء الله. فضل فضلوا. تعال بيت انا شوكه. السلام عليكم. وهذا هو معجزة القرآن أخي أحمد. أسألك دقة، وهذا هو بركة القرآن. أخويا كان عنده سرطان بالدم، الحمد لله رب العالمين شفاه، وهذا بركة من القرآن ومعجزة القرآن وبركة القرآن. القرآن معجزة شفاء لكل الناس. شو تقول أخويا أحمد كأنت كمريض كان عندك سرطان بالدم؟ والله أحمد أشكر الله، أخذت علاج طب النبوي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله احمد واشكره والفضل لله سبحانه وتعالى. احمد على هذا الفضل، مبروك لك ان شاء الله. الله يبارك لك ان شاء الله، كل الناس يطيب ان شاء الله. القران اوج بركتي القران ومعزتي القران. كأبرا من سرطاني خويني ابو خوي يقول شفالي هنا لما درس قال لك اوها مو فضلي اخوان بركتي القران. وفتحنا هذا المستشفى طب النبي بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستشفى اليكم، مو بس للاكراد العرب، لكل العالم، للمسيحيين لليهودين، حتى كلهم يرجعون الى كتاب الله وسنه النبي. هذا اخونا من الموت انقذنا باذن الله، كان عنده سرطان بالدم، طيب قال يموت، ولكن جاءت الينا خلال شهرين. شوف هذا الفحوصات، اخونا رب العالمين شفاه، هسه ما عنده اي سرطان بالدم. وهذا بركه من الله وبركه من القران وبركه من النبي صلى الله عليه وسلم. اني ما شفعت، الشفاء هو من عند الله، الشفاء من عند الله. وهذا مستشفى الطب النبوي فتحناه باسم سيدنا قائدنا حبيبنا تاج راسنا محمد بن عبد الله. هذا مستشفى اول مستشفى في العالم، ماكو مستشفى طب النبوي، هذا اول مستشفى ان شاء الله، مو هذا اول، ان شاء الله ثاني وثالث ورابع باذن الله رب العالمين. ان شاء الله ينصرني حتى افتح مستشفى بسيدنا المصطفى، اسم سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام. خلينا نتكلم باللغه الكرديه. هذا اخونا برامان او سرطاني خويني، وطبعا دكتور وتيان دمري دوما علاج ما ممكن يستهات اخوي يقول شفاي بو هنا او نفر لما درس قارب او قنزه زوانا. هو هم بركه القران معزي القران ان شاء الله كذا خرجنا كوي ان شاء الله هم كان شاك دبنوا او قولتين نعمتها او كسانك كدرين سرطان شانابي يا اندرين دمري اوش بركتك يا ان شاء الله كذا خرجنا كوي ان شاء الله كذا تلائمه ان شاء الله كسبار صرفناك وان شاء الله ابن خوش كوي اخوات شاي دكاتو اوش هم بركه في غمرة بقربان يا رسول الله. يلا با سي صلاه دي لنا سفي غمر صاصم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على قائدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على أشعدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قرآن كنت أجد قلب على غدا يزورون أوش بركة القرآن. خلينا نروح إن شاء الله تعالى كاك بيدا وانا شمؤوكا بابرين.